من أجمل الحاجات اللي أسعدتنا في مهرجان القاهرة إن إحنا نشوف الفنانة الجميلة الكبيرة سميرة أحمد اللي أنا بدلعها وأقول لها يا سمسمة، وأقول يعني بنشكر الفنان حسين فهمي إن خلى مدام سميرة ونشوف مدام لبنى عبد العزيز ونشوف الفن الراقي الجميل بحلاوته على الريد كاربت النهاردة. منورة الدنيا. شكرا قوي. وايه الشياكه دي؟ والله ده ايه بقى الالتزام بالدريس كود؟ الدريس كود يعني. بس انا طول عمري كده. انا عارفه طبعا طول عمرك يا قمر، بس النهارده الحلاوه زايده حته يعني. الحمد لله. مدام سميره، شفتي مهرجان القاهره؟ ويمكن المهرجان ده 44 سنه يعني، راشق في قلب كل نجوم الفن. ده حقيقي، هو راشق في قلوبنا ويعني وسايب لنا اثار كبيره جدا وجميله من اول ما اتعمل المهرجان. وبحيي الاستاذ حسين فهمي على المجهود اللي عمله الحقيقه يعني. فانا حضرت في الافتتاح وده اللي شجعني ان اجيله في الختام. من جمال اللي انا شايفاه، وربنا يوفقه ويستمر معانا كده. يا رب ان شاء الله. شايفه انه ان وجود فنان يبقى رئيس المهرجان بيغير من شكل المهرجان؟ يعني انه شيء مهم جدا ان يكون في فنان هو اللي بيرقص المهرجان؟ ده اكيد اكيد، لانه هو عنده احساس بالكل يعني، ده اكيد، بزملائه، بالسينما، بالافلام اللي بيشوفها بره، بكل حاجة، ده أكيد يعني. يعني أنا بحييهم لاختيار أستاذ حسين فهمي. حضرتي المهرجان من خلال سعد الدين وهبة، وحضرتي من خلال عزة أبو عوف، وحضرتي حفظ، يعني شايفة الدورات من كمال الملاخ. وكمال الملاخ طبعاً. وشاركتي وتكرمتي في مهرجان أيوة. القاهرة، كان من التكريمات اللي كنت معتزة بيها جداً 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 ولازلت طبعاً. كان السيد الوزير فاروق حسني هو اللي كرمني وانا بحييه من هنا طبعا. بحييه. شايفه التطور اللي بيحصل في المهرجان، ايه اللي لسه ناقصه سميره احمد نفسها تشوفه في الدورات اللي جايه؟ اعمل ايه؟ اللي لسه ناقص المهرجان، او ايه الحاجه اللي لسه ناقصه المهرجان نفسها تشوفها سميره احمد في الدورات القادمه؟ نفسي أشوف الناس بتتكرم قبل ما يرحلوا عننا يعني. دي حاجة لازم تتعمل، يتكرموا في حياتهم عشان يحسوا بالتكريم، ولأن عندنا فنانين كبار رحلوا عن دنيانا وما تكرموش. ومنهم الأستاذ سمير صبري طبعا الله يرحمه. ده من كان امنيه حياته، انت عارفه ان هو طبعاً يتكرم طبعاً في مهرجان، وهو يستحق. بس الافتتاح شفتي لما قدم نيلي، يعني هو يستحق طبعا لانه كان فنان عظيم بجد يعني. اكيد. فبرضو انا بتمنى نفكر شويه في كل ممثلينا الكبار اللي لسه ما تكرموش. هل في اسامي معينه تطرحيها عشان دلوقتي يفكروا فيها قبل ما؟ لا، انا ما اقدرش اقول اسماء لان يعني ربنا يخليهم لينا اولا طبعًا يعني طبعا ربنا. بس انا عايزاهم يتمتعوا بلحظه تكريمهم، فدي اهم حاجه عندي بجد يعني. وبأناشد فيها استاذ حسين، فنفكر حتى خدني معاك افكر اذا كنت عايز ان انا افكر معاك، ونحط مجموعه من الاسماء العظيمه اللي عندنا لازم بجد يعني. احنا بنتمنى ده، وبنتمنى نشوف كل النجوم في مهرجان وكل الاجيال في مهرجان القاهره متكرمين وفي لجان التحكيم وعندهم افلام وعندهم ندوات، فده بيدي للمهرجان قيمه كبيره. وعايزين نشوف سميره احمد على الشاشه بقى. في المسلسل بتاع سميره احمد اخباره ايه؟ والله المسلسل موقوف في المتحده، وانا مش عارفه ليه. انا نفسي اعرف ليه. انا مستعده اعمل اي حاجه عشان
جمهوري وحشني وانا عارفه ان انا وحشتهم. اكيد انت وحشتي جمهورك ووحشتينا يعني. ان شاء الله اشوفك على الشاشه قريب جدا. ان شاء الله. وسعدنا بيكي وسعدنا بالدعم والتواجد للسينما المصريه من خلال مهرجان. انا سعيده بيكي وبالمهرجان وبوجودي معاكم كلكم، وانا مبسوطه ان انا بشوفكم عشان انتوا بتشوفوني. احنا سعداء بوجودك النهارده. ميرسي قوي قوي.